بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي التلاميذ، السلام عليكم. نلتقي في هذا الفيديو باش نشوفو طريد مشكلة باستعمال درس المعادلات والمتراجحات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. في الشق الأول راح نشوفو طريد المشكلة اللي كاينة في الكتاب. في الشق الثاني راح نشوفو طريد مشكلة رقم 2، ونزيد إضافة إلى هذا، نزيد سؤال إلى هذا، المشكلة اللي عندنا هنا. نزيد سؤال إضافي، نزيد سؤال إضافي. داكور، سؤال إضافي يقول، ها اكتبوا هنايا، سؤال إضافي يقول، نكتبوه بالأحمر. دونك هنايا سؤال إضافي نفس المعطيات. بعد كم سنة هكذاك، ولا ما هو عدد السنوات هكذاك. نقولوا كيف كيف بعد كم سنة، بعد كم سنة يصبح مجموع أعمار الأب والأبناء أكبر من عمر الجد إذا علمنا أن عمر الجد هو، استاذري نستعملو مثلا إذا كان عمر الجد هو 60 سنة. داكو، نستعملو إذا كان عمر الجد 60 سنة. نزيدو سؤال إضافي هنا، سؤال إضافي. بعد كم سنة يصبح مجموع أعمار الأب والأبناء معا أكبر من عمر الجد إذا علمنا أن عمر الجد هو 60 سنة؟ هذا السؤال الثاني. دونك نرجعو للتمرين كما جاء في الكتاب. شخص عمره 36 سنة وأحمار أبنائه 3 بالسنوات هي 4 6 8. يعني شخص في عمره 36 سنة عنده 3 أبناء أعمارهم هي 4 ربع سنوات 6 سنوات وثمان سنوات. بعد كم سنة يكون عمر الأب يساوي مجموع أعمار أبنائه 3؟ هذا هو السؤال. عندنا شخص في عمر 36 سنة وعنده 3 أطفال، الأعمار تاعهم هي 4 و6 و8. دونك السؤال واش يقولك؟ بعد كم سنة العمر تاع الأب راح يساوي مجموع أعمار أبنائه 3؟ يعني بعد كي يفوتوا عدد سنوات، كي نجيو لعمر الأب ونجيو العمر أعمار الأطفال، نجمعوا أعمار الأطفال مع بعض نصيبوها تساوي عمر الأب. هذا هو السؤال. دونك هنا المجهول عندنا هو كم سنة، عدد السنوات بعد كم سنة. رايحين نسميو المجهول هذا اللي هو كم سنة، نسميوه إكس. إذا ليكن، إكس، ليكن إكس هو عدد السنوات المجهول المطلوب. هذا هو المطلوب، المجهول والمطلوب في ذات الوقت، لان احنا نبحث عليه. واش نقول؟ نقول عمر الاب بعد اكس سنه يصبح 36 زائد اكس. دونك في عمر 36 السنوات هذوما اللي نحوسوا عليهم حنايا، بعد اكس سنوات عمره يصبح 36 زائد اكس. هذه حاجه. عمر الابناء معا، ولا عمر الابناء ايه معا بعد اكس سنه بدا يصبح اللي كان في عمره 8 4، اللي كان في عمره 4 يصبح في عمره 4 زائد اكس،
واللي كان عمره 6 يصبح عمره 6 زائد اكس، واللي كان في عمره 8 يصبح عمره 8 زائد اكس. مادام قلنا الابناء معا يعني العمر تاعهم في 3، راح ندير هنا الزايد زايد هكذا. هذا عمر الابناء اللي كان 4 يصبح 4 زائد اكس، اللي كان 6 يولي 6 زائد اكس، اللي كان 8 يصبح 8 زائد اكس. الان كي نقول عمر الاب يساوي عمر الابناء معا، اذا واش نحب نقول؟ نبحث عن قيم اكس يعني عدد السنوات بحيث تتحقق المعادلة. واش من هاد؟ عمر الاب يساوي مجموع اعمار الابناء، 4 زائد اكس زائد 6 زائد اكس زائد 8 زائد اكس. هذه واش معناتها؟ عمر الاب يصبح يساوي عمر الابناء، يعني عمره بعد اكس سنه 36 زائد اكس زائد يساوي مجموع اعمارهم بعد اكس سنه، هذا زائد هذا زائد هذا. دونك هنا واش عندي؟ عندي عبارات حرفيه، 36 زائد اكس عمر الاب سوف يصبح 4 زائد 6 زائد 8 10 18 زائد اكس زائد اكس زائد اكس زائد 3 اكس، هذا عمر الابناء مع بعض. الان راح نحل معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد اللي هو الاكس. دونك سهله، واش نجيب؟ نجيب الاكسات مع بعض والاعداد الاخرى مع بعض. واش ندير؟ عندي هنايا، هنا واش راح نزيد؟ هنا ولا هنا كيما حبيت، نقص اكس من ونقص اكس من، نقص اكس من هنا ولا تخلي هاي نقص اكس من هنا. بون قلنا عندنا معادله، راح نقص اكس من هذه الجهه ولا نقص من هذه الجهه كيما حبيتو، نقصو من هذه الجهه. داكو ندير هنايا ناقص اكس وانا ندير ناقص اكس، عندي يساوي ها دونك عندي 18 زائد 3 اكس ناقص اكس، وانا عندي 36 زائد اكس ناقص اكس، نقصت اكس من الطرفين. هنا تحصل على 36 لانه زائد اكس ناقص اكس عطيني صفر، يساوي 18 زائد 3 اكس ناقص، هنا 18 تبقى كيما راهي، زائد 3 ناقص 1، هنا راهي ناقص 1 اكس، ناقص في 1 اكس. دونك 18 ناقص 1 هي عباره، عفوا 3 ناقص 1 هي عباره عن 2 في اكس. دونك لازم تخلص من 18 هذا باسكو تقعد الاكس وحدها هنا. واش ندير؟ 36 ناقص 18 من هنا، ناقص 18 يساوي 18 زائد 2 اكس وناقص 18. دونك هذه 18 ناقص 18 تعطيني صفر، تبقى لي 2 اكس يساوي ماذا؟ 36 ناقص 18 هي 18. عندي معادله من الشكل ا اكس يساوي بي، يعني 2 اكس يساوي 18، كيف كيف هكذا ولا هكذا؟ داكور، طرفي معادله 2 اكس يساوي 18، نقسم هنا على 2 ونقسم على 2، اكس يساوي 9، اكس يساوي 9 هكذا واش قلنا في الكتاب. داكور مليح. دونك نقولوا ها عدد السنوات، نجي هنا نقول عمر الاب بعد 9 سنوات يصبح 36 زائد 9 واش يصبح؟ 44 سنه. عمر الابناء معا واش يصبح عندنا؟ عمر الابناء معا هو 18 زائد 3 اكس، يعني 18 زائد 27، وحسبوا العدد تاع عمر الابناء راح تصيبوه 44. داكو دونك بعد 9 سنوات عمر الاب يصبح مجموع عمر الابناء مع بعضهم، داكو ولا لا؟ هذه هي. دونك بعد 9 سنوات عمر الاب يصبح، عفوا 36 زائد 9 يصبح 45 سنه، داكو قالوا لا تصبح 45 سنه، وعمر الاب لا الابناء 38 زائد 27 سوف يصبح كيف كيف 45 سنة، داكو عمر الأبناء سوف يصبح فوالا 9 و 8 17 عفوا 7 و 8 15
هكذاك، استغفر الله يا ربي، 18 زايد 27 7 و8 15 2 و2 فوالا 45. وهنا عندك يصبح لك 45 داكو. دونك بعد 9 سنوات يصبح عمر الاب يساوي عمر مجموع اعمار الابناء. مليح الواحد ساعه يتحقق باش ما يتوخش. دونك سي سؤال اضافي، دونك اكس يساوي 9 هو حل وحيد للمعادله، اكس يساوي 9 هو حل وحيد، حل وحيد لهذه المعادله. 3 36 زائد اكس يساوي 18 زائد 3 اكس. نكتبو هنا، ما عنديش نقولو، بعد 9 سنوات يصبح سن الأب يساوي مجموع أعمار أبنائه الثلاثة. خلاص باش نديرو لا كونكلوزيون، دروك نجيو يعني النتيجة. السؤال الثاني سؤال إضافي، نكتبو سؤال إضافي هنا باش ما تقولوش هذا سؤال داخل في الآخر. السؤال الإضافي قلنا هذا هو سؤال إضافي، بعد كم سنة يصبح عمر الأب مع عمر الأبناء يعني معا مجموع عمر الأب وعمر الأبناء هكذا أكبر من عمر الجد إذا علمنا أن عمر الجد الحالي هو 62 سنة؟ دوك الجد في عمره 62 سنة، داكور الأولاد عمره الآن 62 سنة. بو ولا درنا 60، واش كتبنا هنايا؟ 60 سنة عفوا، كتبنا 60 سنة. إذا كان عمر الحد الجد الحالي هو 60 سنة، دوك الجد تاعهم في عمره 60، والأب في عمره 36، والأبناء في عمرهم 4 6 8 كيما شفنا. زدنا فقط عمر الجد، كنقول بعد كم سنة يصبح عمر الأبناء أكبر من عمر الجد إذا علمنا أن عمر الجد الحالي هو 60 سنة. ندير نكتب عمر الأب ولا ليكن إكس هو عدد السنوات المجهول والمطلوب في ذات الوقت. نكتب عمر الأب بعد إكس سنة هو 36 زائد إكس. عمر الأبناء هي نفس الشيء، عمر الأبناء بعد إكس سنة هو كما شفنا هنا في السؤال الأول يصبح 18 زائد 3 إكس. 4 زائد إكس، 6 زائد إكس، 8 زائد إكس، يصبح 18 زائد 3 إكس. عمر الأبناء والأب معا، بس كنا نحوسو عليهم مع بعض، نجمعو عمر الأب وعمر الأبناء مع بعض، بعد إكس سنة هو 36 ولا 18 زائد 3 إكس، زائد 36، المجموع تاع هادوما، دونك 36 زائد إكس. مادام هنا قلنا الأبناء معليش نبداو بهم، 18 زائد 3 إكس، لو أن المجموع يعني عملية تبديلية ما فيش مشكل، داكوغ نجمعو العمر هذا مع هذا ولا كيف كيف. دونك 18 زائد 3 إكس زائد 3 36 إكس، واش تعطينا هنا؟ 8 و 6 14، 3 و 1 4 و الآخر 5 54، زائد 3 إكس زائد إكس زائد 4 إكس. نرفعو الأقواس، معناش حتى إشارة هنايا، عندنا غير زايد، دونك ما نغيروش، 14 آخر 54 زائد 4 إكس، هذا هو العمر تاع الأبناء والأطفال تاع الأب وأبنائه مع بعض. حنا واش قلنا؟ حنا نحوسو، دونك هذا التعبير تاع عمر الأبناء والأب معا، هو هذا. حنا نحبو عمر الأبناء والأب مع بعضهم يكون هكذاك أكبر من عمر الجد، دونك راح نكتبو 54 زائد 4 إكس اللي هو عمرهم كاع الأب وليداتو، يكون أكبر من عمر الجد، أكبر
وقالك تماما من عمر الجد اللي هو وشحال 60. لا ما كتبناش حاجه الود، عفوا عمر الجد بعد اكس سنه. عمر الجد بعد اكس سنه يصبح 60 زائد زائد اكس. عمر الجد بعد دونك هنا شفنا عمر الاب، عمر الابناء دونك ابناء بعد اكس سنه، عمر الابناء والاب مع اكس سنه، عمر الجد بعد اكس سنه و 60 زائد اكس. عمر الجد بعد اكس سنه و 60 زائد اكس. دونك اذا كي حبينا عمر الابناء والاب معا اللي هو هذا، هذا عمر الاب والابناء مع بعض 4 5 سنين، يكون اكبر من عمر الجد بعد اكس سنه، يعني اكبر من 60 زائد زائد اكس. صحيح. دوك انا واش عندنا متراجحه بمجهول واحد من الدرجه الاولى، راح نحل متراجحه تاعي داك. دونك واش ندير؟ نجيب الاكسات كل من جهه وندير الاعداد الاخرى من جهه اخرى. واش ندير هنايا؟ هنا راح نقص اكس ونقص اكس. دونك نكتب 54 زائد 4 اكس ناقص اكس اكبر من 60 زائد اكس ناقص اكس. عندي متراجحه. واش قلت لكم؟ واش قلت لكم؟ كنت مكتوبه عندك متراجحه، دائما دائما نكتب هنايا سالب عكس. ممكن ما نحتاجهاش، لكن تفكر اذا ضربت ولا نقصت ولا ضربت ولا قسمت على عدد سالب راح نبدل الاتجاه تاع المتراجحه. نكتبها نكتبها حتى تعود تجيني كيما يقولوا اوتوماتيكيا في ذهني داكور. اذا ما احتجتهاش ما استعملهاش. دونك باسكو عندي متراجحه ماشي كيما المعادله. المعادله تضرب في اي عدد سالب موجب تزيد تطرح تبقى المعادله نفسها من الطرفين. دونك عندنا نقصوا هنا دونك تصبح لك 54 4 اكس ناقص اكس 3 اكس اكبر او يساوي اكبر تماما من هذه تصبح الصفر اكبر من 60. راك معايا. دونك هنا نحب نتخلص من 54، راح ندير 54 زائد 3 اكس ناقص 54. انا غادي نطرحها دونك يبقى الوحده كيما راهي 60 ناقص 54. صح. عندي هنا 3 اكس، هنا عندك زائد ناقص نفس العدد يعني زائد صفر، عددين متعاكسين اكبر من 60 ناقص 54 هي عباره عن 6 هكذا، اكبر من 6 تماما. ا اكس اكبر تماما من بي، دونك اكس اكبر من بي على ا. دونك نقسم هنا على 3 وعلى 3، حنا نقسم على عدد موجب دونك ما نغيرش. نقسم هنا على 3، 3 اكس على 3 ها نقسم على 3 اكبر من 6 على 3. تصبح عندي الحل هو اكس اكبر من 2. شوف المتراجحه هذه عندها وشحال من حل باش عمر الابناء مع باباهم يصبح اكبر من عمر جدهم الاكس يكون اكبر من 2 سنوات تماما، اكبر من 2 سنوات تماما. مادام حنا نشوفوا العدد بالسنوات دونك ما نجيبوش 2 فاصل، الحلول راح تكون من 3 وروحنا نقولوا بعدد السنوات. ما هو عدد السنوات اللي يكون فيه عمر الاب مع الابناء اكبر من عمر الجد؟ دونك نجيو هنا نرسموا المستقيم المدرج. احنا في الموجب داكو، هاو الصفر، هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي اربعة، هكذا. الحلول هي الاكسات او قيم اكس التي هي اكبر من اثنين، اكبر من اثنين تماما. مادام اكبر من اثنين تماما يعني الاثنين غير محتوى، غير محتوى في الحل، اثنين ليس حلا للمتراجحه. دونك هنا هادو من هنا هكذا من اثنين خارج دون قيمة اثنين فما فوق هي حلول. دونك هنا 4 5 وهكذا 6 حلول المتراجحة أما فيهما الولاد هذه.
هذه هنا أو هذه هنا، 54 زائد 4 إكس اللي هو عمر الأبناء والأب معا أكبر من عمر الجد، يعني كما قلنا بعد إكس سنوات هذو هم الحلول. داكو، من أكبر من 2 سنوات يعني راح تكون في الحقيقة ما ناخذوش مادام يهضر بعدد السنوات. إذا قالك مثلا أعطيني أقصر مدة بالسنوات، أقصر مدة بالسنوات بالسنوات تكون فيها عدد عمر الأب ووليداته أكبر من عمر الجد، تعطي له إكس يساوي 3 أقصر مدة. بس كنا نهضرو بالسنوات، داك نقولو ابتداء من 3 سنوات يبدا عمر الأب والأبناء تاعو راح يكون أكبر من عمر الجد، سينو كل القيم 3 4 5 6 7 كي يطول ربي العمر داكوغ راح تكون حلول لهذه المتراجحة، ويكون عمر الأب مع أبنائه أكبر من عمر الجد. دونك هنا شفنا أبنائي بهذا طريد المشكلة اللي في الكتاب بالسؤال الإضافي، شفنا طريد المشكلة وشفنا فيها مرة ريضناها حلناها، يعني حليناها حليناها داكوغ ماشي حلنا حليناها حلينا السؤال حليناه عن طريق استعمال المعادلة من المجهول الأول الدرجة الأولى، المجهول واحد من الدرجة الأولى، والسؤال الإضافي حلناه يا الله حليناه بواسطة متراجحة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. أوكي الأولاد ما تنساوش تمحيو هذه داكوغ، كي ديروا الحل تاعكم نمحيو هذا لو بابيون هذايا باش يسمى هذا ينفعكم فقط انتم، الاستاذ بربي ان شاء الله ما ينساش بربي ان شاء الله. داكو دونك ابنائي انتهينا من طريد مشكله باستعمال معادلات من الدرجه الاولى بمجهول واحد وباستعمال متراجحه من الدرجه الاولى بمجهول واحد. نلتقي ان شاء الله باذن الله في وقت تعلماتي اللي راح يكون على مستوى صفحتين 50 و 51. ابنائي التلاميذ راجعوا الفيديوهات، والله تراجعوا الفيديوهات غير اوظف تعلماتي، يعني تكون اسهل ما يكون اسهل ما يكون، وراح تستعدوا للاتعمق والادمج تعلم بكل بساطه، وراح تكونوا واجدين باذن الله لل البي ام. نعطيكم ملاحظه اخرى من فضلكم من فضلكم من فضلكم، اخطيوكم من هادوك نجيب لي سوجي ونبدا نحل تاع الفصل الاول الفصل الثاني من فضلكم، خاطر لو سوجي يعطيك شي من ضمن اشياء الكتاب، والاسئله نتاعو هي احسن ضامن باذن الله باش اي سوجي يجيك تحلو. دونك من فضلكم، هذيك تاع نخدم السوجي ونروح ندير الاختبار ونشرح البيام هذيك ما كاش منها، اخدم وظف تعلماتي واتعمق وادمج تعلماتي اللي عندك في الكتاب، راح تضمن باذن الله تعالى 100% الاجابه الصحيحه. ابنائي التلاميذ السلام عليكم.